جاهز ولا لا؟ طيب هنرجع له تاني عشان بس اعرفكم الامن بيتعامل ازاي مع الخروج عن النص. والامر نفسه كان فرنتينو بريز رئيس نادي ريال مدريد عامل الجمعيه العموميه بتاعته امبارح، شوف النادي والمكاسب والخسائر وحساب الموسم، ففي برضو التراس هناك في ريال مدريد، فهم عايزين يمشوا الراجل لانه هو خد بطولة اوروبا وخد الكاس فعايزين يمشوه. فالراجل طلب من الشرطة الاسبانية انها تمنعهم وتقف. هوريكم برضو صورة الشرطة الاسبانية عاملة ازاي. زميل ضياء الجوهر حقيقة مشكورة ما بعت لي الصور دي، هي موجودة يعني بس هو ايه بعتها لي يعني عشان افتكر اكتر يعني. فاللي عمال بيقول لنا اصل الامن واصل الداخليه، هي الداخليه في اسبانيا بلطجيه برضه؟ وكانت في الكاميرون بلطجيه وفي البرازيل بلطجيه، ولا الداخليه داخليه في كل مكان او النظام نظام في كل مكان؟ يطبق بقى بالداخليه، يطبق بالجيش، يطبق بامن عام، يطبق بامن خاص، لكنها موجوده.